أقدم إليكم يا ساكنة سطيف اليوم ونحن في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي تحمل رقم 004. اليوم جيناكم يا سكان سطيف ونحن كلنا أمل أن تحظى قائمتنا بالنجاح. الأمر اللي جيناكم عليه الناس كلها تشكي منه، الناس راهي تشكي من بلدية سطيف التي آلت إلى ما هي عليه. ما نقولوش على كل حال الناس ما خدمتش ولا نجيو نهضروا في الناس، وإنما نهضروا ما هو آت بحول الله تعالى. احنا رانا جينا وكلنا عزيمة، ونطلب منكم أنتم يا سكان سطيف أن تلتفوا حول قائمة حزب جبهة التحرير. الأمر الأول، علاش بلدية بدون السكان والمعونة نتاع السكان مش راح تلقى نتيجة. إذا تكلمنا على النظافة، اللي يخلي سطيف نظيفة هو ساكن سطيف. إلى نتكلم على اهتراء الطرقات، كاين يد اللي راهي تخلي أن الطرقات على محفورة. إذا هدرنا على أمورات كثيرة، مثلا على المساحات الخضراء ولا على الحدائق، ولا البرنامج اللي راح نتقدموا به هو أننا نجعل من بلدية سطيف في المصاف الأول كما كانت عليه بكري. بكري ما كانتش ولاية من الجزائر اللي يقولوا راح تسبق سطيف، محال. احنا لحقنا لسطيف الناس كل كارها أعمارها. إذا هدرنا على أمر مهم، مثلا نقولوا لسيركيلاسيون في سطيف، لا سيركيلاسيون في سطيف، الطرقات اللي كانت في السبعينات وكانت في الثمانينات مازالت لحد اليوم. بصح بكري كانوا 10 طوموبيلات، دوكا راهي مئات الالاف من السيارات. الا ما كناش احنا كبلديه نطرقوا لهذا الامر تاع الطرقات ونحلوا المشكل، والانسان ما يدنكش تول نيفو، يدنك البعد، يدنك البعد على 10 سنين واش راح تولي سطيف. إلا هدرنا في المجال مثلا تاع المنتزهات للأطفال ولا للعائلات، ما عندناش. عندنا غابة بوسلام، راكم شفتوا أخوتي لو بو هذاك اللي كاين، الناس راضية به ويقول لك أنا حابطين البوسلام. كاين فيها الشجر تاع البولين وين الناس اللي مثلا عندها الحساسية ما تقدرش تصبر لها. إلا هدرنا على الواتع بوسلام واش نظيف، نشوفوا الناموس. إلا خبطت كراعك تطلع الغبرة، وهكذا كون الناس مساكن راضيه. حنا رانا نخمو في لاميناجمون، ماذا ما نقولكش بوسلام برك، وانما اماكن عديده اللي الناس تلقى فيها الفسحه، تلقى فيها الراحه. ناس انسان يحب يخرج يحوس وعنده وين يروح هو والعائله تاعو، اماكن وين مثلا يلقى فيها. عندنا شروط، حنا اكرمكم الله الانسان يحوس على المراحيض في اي مكان ما كانش. دونك قلنا الإخوة الكرام، يعني لي جون تاعنا على كل حال ما طلبوش حاجة كبيرة، يطلب امتيتيران وين يديفولي على نفسه، وماذا به كان كل عشوة عنده جماعة يجي يلعب معاه سيكسا. حنا رانا إن شاء الله بحول الله راح نزيدوا في العدد. إلى العام هذا مثلا داروا 20، حنا إن شاء الله في المدة تاع 5 سنوات هذا بالك إن شاء الله يلحقنا ربي نديروا 100. وما نقعدوش نهضروا برك جماعة على كرة القدم. كاين جماعة اللي يحبوا يديروا مثلا التينيس، كاين اللي يحب يدير باسكت، كاين اللي يحب يدير جودو. صيف بكري زاخرة بالرياضات كاملة موجودة، كاين اللي صار دو بوكس، كاين وين يديروا بكري الكريبس لحد الآن راهي تعيلي 100% تحولت الأمر آخر. دونك حنا في البرنامج تاعنا إن شاء الله رانا معولين على ربي إن شاء الله، وبالإمكانيات اللي كاينة في البلدية أننا نروحوا الأمورات تاع فورماسيون. بكري كانوا الفرق العتيدة مثلا في الصاص، اليساماس، الوفاق، لا فورماسيون الخزان هذا اللي سطيف مدينة رياضية نعرفوها من تاريخ تاعها حافل. دونك الأمر هذا تاع الرياضة بربي إن شاء الله رانا مسطرين باش تكون الإعانات للجمعيات الرياضية مثلا في الأمر تاع الملاعب الجوارية هذو، ثاني تكون حصة معتبرة لي صار اللي كانوا مثلا لازم لهم ترميم كما مثلا تاع جاردان دي سبور ولا مثلا تاع محمد قصاب ولا كذا، نكونوا ان شاء الله اهل هذا الامر
والكلمه اللي قلتها دوك على محمد قصاب ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله ندعم الاشغال فيه باش يزرب يخلص. دونك رانا تكلمنا على المجال الترفيهي من جهه المساحات الترفيهيه، هضرنا على الرياضه، دونك نهضروا شويه على الثقافه. ثقافه بكري في الصيف انا نشفه وانا صغير كانوا 5 قاعات سينما وين كان الصيف قبل ما نسمعوا بالاحياء الجديده هذه، كان لو سونتر فيل، كانت السينما ليتوال مارشي كوفير، الفارييتي، الفارييتي اللي تحرقت، كاين الكوليزي، كاين لابيسي اللي راه حاليا 5 قاعات سينما مغلقه. الصيف اليوم ما عندها حتى سينما، هذا يحز في نفوسنا. كاين انسان، كاين ناس مازالت اللي تحب السينما، يحب يشوف فيلم، يحب يشوف كذا. نهضروا على لو تياتر تاع الصيف، تحفه تحفه، بصح ماناش عاطين له القيمه نتاعو. وقعدنا في لو تياتر سيتيف، علاش يعني ما نزيدوش نبنيو مسارح اخرى؟ الصيف كبير كبيره اليوم، الصيف راهي كلاسيه المرتبه الثانيه على المستوى الوطني. بصح يظهر لي يا جماعه الصيف كبيره تعيلي بالفم برك، ماهيش كبيره يعني بالحجم اللي تستاهلو. الصيف نقولوا عليها كبيره، مالوريزمون سي اون غروند فيل، مي سي اون فيل ا بارتير دو 17 في فصل الشتاء الحوانت مسكرين، الدنيا مغلقه، اون فيل مورت. تجي انسان حنا ندعيو للسياحه ونقولوا باللي ما جوناش السواح منا، لا موندر دي شوز يحوس عليها ما يلقاهاش. ستيفين غروند فيل يا جماعه ما شفتش انا واش معنى تاع غروند فيل. نقولوها برك غروند فيل بصح ما فيهاش حوايج اللي يخليو لها القيمه تاعها. سنعمل ان شاء الله على احياء مدينه سطيف بحول الله تعالى. حنا كبلديه يعني الشيء تاعنا اللي نديروه ان شاء الله كاولويه هو القضاء على جمله من المشاكل اللي راهي تتخبط فيها البلديه. حنا الناس كلها تشكي من الطريق، يقول لك طريق مكسره، طريق كذا. كون نحكي لكم على طريق مكسره، البلديه مثلا عندها برنامج باش تقوم بتعبيد طرق، وحاجه كبيره يعني تهز في نفسي. احنا شركه سونال غاز تخدم وحدها، شركه لاديو تخدم وحدها، الشركه نتاع المواصلات الخطوط الهاتفيه تخدم وحدها، انت تخدم الطريق والجماعه تجي كل واحد عنده برنامج يدير. انا ما فهمتش علاش ما كانش ان كورديناسيون ما بين هذا الشركات مع بعضها. قالوا نقوموا بالعمل تاعنا ومن بعد تجي البلديه دير التصفيه تاع الطريق. علاش احنا ما فهمناش؟ احنا نخدموا الطريق ومن بعد تظهر لنا نديروا الاشغال، يعني وكاننا نحبوا نطيشوا صوردنا، والله يعني نبذروهم، والله ما فهمناش. الارصفه يعني تقريبا 80% من الارصفه تاع شوارعنا ما كانش، ما تكزيستيش، ما نقولكش مكسر، ما كانش، ما كان لا بوردوره لا 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 كراج لا والو. نعلم ولادنا نقول لهم مشي في الرصيف ومن بعده ما كانش رصيف، وإلا كان رصيف تلقى حجر ما تلقاش معبد. انا راني نقول لخوتي احنا رانا كلنا عزم في حزب جبهه التحرير الوطني، والقائمه هذه راهي فيها ناس قانعه باللي جايه باش تخدم. انا ما نقولكمش جماعه سهله والله يعني رايحين النزهه، مشاكل كبار بزاف، مشاكل يعني من حيث الذهنيات ولا من حيث البيروقراطيه ولا من حيث امورات كبيره. بصح انا ما فهمتش علاش نروح المكتب في البلديه فيه مواطن كيما انا، فيه مواطن كيما انا، علاش يعني نتعبوا حاجه تاع دقيقه ولا ساعه ولا نخليها نتعقب عليها 6 شهور وعام وعامين الى اخره. ولهذا خوتي باش ما نطولش عليكم الحديث، احنا ان شاء الله نتلاقاو في الميدان. انا في ظني في ظني في ظني يعني الشخصي وفي ظن الجماعه ان شاء الله اللي يكونوا معنا، ان اللي يفوز ببلديه سطيف برئاسه البلديه واعضاء البلديه بلاصتها ماشي المكتب، بلاصتها هي متابعه المشاريع
انت اللي تخرج المواطن، المواطن كي تعود تمشي في البلد يشوفك يقولها رئيس البلديه ومن اعضاء البلديه يخدموا، ما نخليكش تجيني المكتب. مرحبا بك على كل حال، احنا ما نقولوش رانا نزعكوا في الناس ولا، وانما رئيس البلديه هو متابعه المشاريع. راه كوني نوض على 5 تاع الصباح ويروع 12 تاع الليل ما يخلصش لا تورني تاع الصيف. حنا جماعه رانا رحنا نشوف القداد ورحنا لشيخ العيفه ورحنا لقاوه ومشينا سطيف طنجه، طنجه راهي هنا في سونترفيل، والله يا جماعه صدقوني والله غير اعتبرها اكثر من مناطق ظل. القانون تاع مناطق الظل يقول لك اللي ما لحقوش الغاز وكذا، والله العلي العظيم تروح لطنجه في الليل والله ما تمشيها وحدك. طنجه هنا برك يا جماعه اي تبعد على مقر الولايه تقريبا ب 10 دقائق. هذو ناس راك تروح لهم تقول من المحال انهم شايفين الاستقلال، مش حاجه كبيره يا جماعه. يكون العدل، العدل بين كل المناطق، تعطي البلاصه هذه تمد البلاصه هذه، تشوف الاولويات تاع الناس، الاولويات في جميع المجالات. احنا رانا مشينا خوتي عند الجماعه في الحاسي، والله العلي العظيم غير يطلبوا قاعه علاج، ما قالكش ديرنا مستشفى. قلنا لهم احنا على مستوى البلديه راهو دارنا مشروع تاع بولي كلينيك ودراهمهم موجودين والتيرا موجود، الى ان القانون باش نفهموا ثاني يا جماعه، ويقولوا تلحق للسياف تلحق للسياف، يعلقوا شماعه الامور على السياف. السياف حاشاه مراقب المالي عنده قانون، المراقب المالي تفي بالك يعقب المشروع هذا عجبه ولا ما عجبوش، لا لا عنده قانون يقول لك البلديه ما تقدرش دير بولي كلينيك، دير قاعه علاج قد قد. بصح حنا رانا نقولوا التصور نتاعنا، حنا رانا تلاقينا مع جماعه هذه راهي ابلغها كامانه. يقول لك الانسان انا باش نضرب البرال البني ولا المرتي تقام لي 60000 يديه في فرود ب 30000 ويقلبوا ب 30000، هذا معقول يا جماعه؟ الحاسي ها وراي تونا سبحان الله العظيم. الحاسي يعني دوك انا ندير تجمع سكاني كيما هما كيما بير النساء، تلقى الجماعه الصباح يروح روطه الخدمه يقول لك ما عنديش النقل. قاعه تاع علاج قال لك انا واش نطلب؟ نطلب حاجه مثلا فيها زوج ولا ثلاثه مهمين، مثلا مرا بغات تزيد يلقاوها سير بلاص، قال نحب ندير بونسمون مثلا طاح واحد اون ايرجونس يديروا له بونسمون الى اخره. هذه بتضافر الجهود يا جماعه رانا نقضيو على الامور التافهه. نوليو لحاجه اخرى يا جماعه، هذا الصباح رانا نهضروا مع نتلاقاو ونشوفوا بعينينا احنا الموظفين تاع النظافه، عمال النظافه يا جماعه رانا احنا اللي نعذبوا فيهم. واحد حاشاكم يطيش له زجاج وواحد كذا ويخدموا ما عندهمش لي توني دو سيكوريتي، ما عندهمش حاجه سبحان الله. انا كي تقول لي القش ما عندوش باش يخدم، ماشي عيب، ماشي عيب العامل تاع النظافه يخرج بقش ويكركر في السبادري مسكين في البرد. احنا ماناش نديرو في الشعبويه يا جماعه، خاطر كون تبع القانون تلقاه اوبليجي عليك تشري له القش وتديه للطب العامل وتتبعه في ليزوفر سوسيال الى اخره. هذو العمال تاع النظافه يا جماعه روي نوض حاشاك، حاشاكم واكرمكم الله، هو اللي راه يهز في الوسخ تاعنا. هذا تحطه هنا وتدعي له، هو جزاء عند ربي على كل حال. بصح حنا نقولوا لخوتنا بتضافر الجهد، حنا لا عدنا قالناش الانسان قادم باش يخدم ومن بعد يلقى الجماعه ما تعاونش، انا شرح نوصلوا النتيجه. ولذا واش نقول خوتي في الختام، حنا جبهه التحرير هذه عزيزه علينا، جبهه التحرير حتى والناس راهي ممتعضه بعض الشيء بصح ما تعرفش شنو جبهه التحرير. جبهه التحرير هذه يا جماعه راهي عزيزه علينا بزاف بزاف، وحنا لعله رب العالمين في المرحله هذه جاب ناس واعيه بالامر حابه تخدم بلدية الصيف. ونخليو لكم ان شاء الله انتم اللي تحكموا علينا، وبحول الله، بحول الله تعالى نرجعوا بلدية الصيف احسن من الشيء اللي راه